النهاردة تحديدا عصر اليوم، يعني مش امبارح ولا اول عصر اليوم، النهاردة الدمسي اللي هو رئيس التحالف، رئيس اركان التحالف الامريكي، بيتحدث حوالين ان قد يتفكك التحالف الدولي. يعني انا بذكر بس المثل ده لان هو يعني هو رايح اهو في اللي احنا كنا بنستشرفه من خلال شهور او اسابيع ماضيه. بيتحدث النهارده بيقول التحالف الدولي اللي بيحارب داعش قد يتفكك، نظرا لان هو لا ان ايران دخلت تحارب مع الجيش العراقي، فبيقول ان هناك حزازيات مذهبيه قد تدمر هذا التحالف، فاحنا يمكن التحالف ده يتفكك ونخرج، وعايز يسيب المعركه. يعني هو بالظبط القائد او مجند في المعركه، عايز يسيب المعركه في منتصف الحدث بتاعه، يعني بيرتب وبيمهد، لان المساله يعني ما فيش نوع من انواع القضاء او اتمام المهمه او ان المهمه تكون فيها شفافيه. لا، هو وصل الى مرحله معينه وقبل الانتهاء من القضاء على داعش بخطوات قليله بدا النهارده يعلن ان ده التحالف ممكن يتفكك، لان ايران داخله بتحارب مع الجيش العراقي وعايز نخش في مزيد من الالغاز ومزيد من الالغام التي يعني تزدحم بها الساحه بالاساس قبل ما يعلن مثل هذا الامر يعني.